دي عجل اطفال، هي بالكيس بتاعها. ده عجل اطفال؟ اه، دي بره في المحلات عامله 1500 و2000 جنيه، احنا بنبيعها ب 400 برضه. جديده ب 400 جنيه جديده. دي شغاله؟ دي جديده لسه ما اتقفلتش. تقيله فعليا؟ البطاريه بتاعتها اهي ولسه ما اشتغلتش، لسه ما اتقفلتش. ايوه، والشحن بتاعها دي الشاحن بتاعها حضراتكم، ودي عجلة أطفال المفروض هي ب 400 جنيه، بره ب 1200. اه دي لسه ما اتقفلتش الكيس بتاعه. طب والله كويس جدا. في المكانس، مكانس مستعملة، أدوات منزلية بقى بسيطة كده. ها؟ دول الواحدة عاملة 150 جنيه. شغالة؟ شغالة على التجربة. يعني لو خدنا واحدة ومعاها ضمان ايه؟ ضمان شهر بتاعتي.